بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب طبعا معانا المطحنة والمدشة التجارية والمنزلية، تستخدم في طحن الحبوب والغلال والعطارة. احنا مكملين معاكم الفيديو، اللي ما شافش الفيديو من الاول، طبعا احنا طحننا ذرة ناعم، طحننا الشعير، وطحننا القمح، وطحننا السكر. والفيديو ده احنا بنطحن ايه؟ الكمون. طبعا المكنة معاها 7 غربال. احنا جربنا على الناعم اللي هو البودر، بصوا كده اهو صبعي مفيش فيه بودر. هنجرب الكمون طبعا عشان الناس اللي ايه لشغل العطارة. هنشغل المكنة. نص كيلو كمون طبعا فاضل شويه صغيرين اهم، احنا سايبينهم عشان ايه؟ عشان يبان المنتج الناعم من الايه؟ من الخشم. هنفتح المكنه. طبعا الكمون اهو بسم الله زي ما انتم شايفين ما شاء الله حاجه جميله جدا جدا. كده شيل طبقة كده عشان بودر ناعم، حاجة جميلة جدا. الناس اللي شغالين في العطارة طبعا فاهمين الكلام ده كويس. طبعا المكنة جميلة، جربنا 5 منتجات او 4 منتجات، 1 2 3 4 5 منتجات، سكر وكمون وذرة وشعير وقمح. وان شاء الله تباعا بقى هننزل ايه؟ هننزل فيديوهات شركة عرب جروب.